فولا واتقسمت نصين والجمهور افتكرهم توأم. مين هي شبيهة ياسمين صبري اللي قلبت الدنيا في السعودية ولخبطت الجمهور؟ ويا ترى ايه علاقتها بأبو هاشيما؟ حالة قلبان كبيرة عملتها الميك اب ارتست السعودية شيماء وليد على السوشيال ميديا، وده بسبب جمالها اللي يخطف والشبه الكبير اللي بينها وبين الفنانة ياسمين صبري واللي تحسهم اختين توأم مش مجرد بنتين شبه بعض. فيا ترى حكاية خبيرة التجميل شيماء وليد وعلاقتها بياسمين صبري وأبو هاشيما؟ البداية كانت مع فيديوهات نشرتها خبيرة التجميل السعودية شيماء وليد على حسابها على إنستجرام، فتفاجئ المتابعين بالشبه الكبير اللي بيجمع شيماء بالفنانة ياسمين صبري، وكأن الاتنين قرايب أو إخوات، لدرجة إن في البداية افتكر المتابعين إن اللي موجودة في الفيديو ياسمين صبري، لكن اتفاجئوا انها مش ياسمين وانها بنت سعودية بتشتغل ميك اب ارتست واسمها شيماء وليد، وتعتبر من اكتر الميك اب ارتست اللي عليهم الطلب من الفنانات والعرايس في السعودية. فشيماء ما لفتتش النظر بمهارتها في الميك اب بس، لكن كمان بسبب جمالها اللي يشد والشبه اللي بينها وبين ياسمين، لدرجة انها بقت عاملة قلبان في السعودية، واي مكان تروح فيه هناك يفتكروها ياسمين صبري ويبقوا عايزين يتصوروا معاها. كمان ظهور شيماء على السوشيال ميديا زاد اكتر من بعد مهرجان البحر الاحمر السينمائي، خاصة ان شيماء عملت مكياج بعض الممثلين زي الفنانة سوسن بدر. وقتها بدأ المتابعين يتداولوا الفيديو بتاعها ويعلقوا على الشبه الكبير بينها وبين ياسمين صبري، كأنهم فولة واتقسمت نصين، وده اللي خلى شيماء هي كمان تلاحظ ملامحها المتشابهة لحد كبير مع ياسمين، فعلقت على الشبه ده وقالت: متابعيني عادة هم اللي بيشبهوني بالفنانة الجميلة ياسمين صبري، وبعد مشاركتي في مهرجان البحر الأحمر السينمائي بجدة واهتمامي بإطلالات العديد من الفنانات والفنانين، وبعد ما قابلتهم اعتقدوا إني ياسمين صبري واتفاجئوا من الشبه الكبير بينا، وفي الحقيقة يسعدني الشبه لأنها جميلة وأنا من متابعيها ومعجبتها. أما ياسمين صبري فمعلقتش ولا مرة على الشبه اللي بينها وبين شيماء، لكنها في أكتر من مرة أكدت إنها بتشوف نفسها زي كل الستات وإنهم اللي حاطينها في خانة الجمال وبس، عشان كده دايما بيطلعوها في الأدوار دي في أفلامها ومسلسلاتها. أنا شبه كل الستات وما عنديش حاجة زيادة. المنتج بيفكر بتفكير المشاهد، عارفة إن المشاهد وهو بيتفرج عايز ينبهر بالشنطة واللبس، فالمسلسل أو العمل بيدي المشاهد اللي عايز يشوفه. أنا ببقى موجودة في مهرجانات عالمية لأني بمثل براندات عالمية للمجوهرات، بكون مدعوة ليها بإني سفيرة البراند مش كممثلة. ما اشتغلتش عشان أكون عقل جميل، لكن كنت عايزة أتقل وأكون عارفة أنا مين فعلاً. الحكم ده مش في مجال التمثيل، ده في كل المجالات. لو حد بيبقى ربنا مدي القبول بيقولوا أصلها حلوة أو مصاحبة حد، لكنها ما تطرقتش ولا مرة في الكلام عن شبيهتها شيماء وليد. فيا ترى ممكن يتقابلوا في مرة وتطلب منها ياسمين تعمل لها لوك المهرجان أو فعالية هتحضرها في السعودية؟ هنشوف.